الجوية. موبيليس أينما كنتم. أينما كنتم أهلا وسهلا بكم دائما في موعدكم مع نشرة أحوال الطقس. نشرتنا لنهار اليوم نبدأوها من ولاية تيارت بالضبط من شلال سيدي واضح، وين الحال لنهار اليوم راح يكون مشمس جميل ودرجة الحرارة توصل 40 درجة محليا. أما بالنسبة لباقي مناطق الوطن بحول الله أجواء صافية مشمسة، سحب عابرة من النوع العلي المتوسط على السواحل الوسطى وكذا الشرقية حتى على المدن الداخلية لكن بدون فعالية، وصافية اسمها تماما على المناطق الجنوبية. أما بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى المرتقبة لنهار اليوم إذا راح نسجلوا مقياس 48 درجة على كل من أضرار ورقان على ورقلة حسي مسعود وحسي بركين، 46 في وسط الصحراء، توصل 45 في إليزي عين عفوا في بني عباس وتاب البلد، 42 على إليزي وعين أميناس، 44 في غردايا، 38 إلى 36 درجة على الهوكر وطاسل، 42 في أقصى الجنوب، مرتفع أيضا على المناطق الشمالية الداخلية توصل حتى 43 درجة في شلف معسكر غليزان، 41 في قسنطينة، 38 درجة في تيزي وزو، أيضا على البيض مشريان مون عامة، و39 على خط رابطة من الجلفة حتى المدن الأوراس، 32 على العاصمة تقدر توصل حتى 37 درجة محليا في المساء، و37 على السواحل الغربية، 38 درجة على السواحل الشرقية. أما بالنسبة للملاحة والصيد البحري، إذا البحر لنهار اليوم محليا راح يكون هادئ من مرسى برمهيدي حتى للعوانة، سرعة الرياح ما بين 10 حتى 15 كيلومتر في الساعة، وقليل إضراب على القالة، سرعة الرياح توصل حتى 20 كيلومتر في الساعة. هذه الرياح راح تكون باتجاهات مختلفة على السواحل الجزائرية. نختمها كالعادة مشاهدينا إذا بغروب الشمس لنهار اليوم الخميس 8/8/2019 غروب على العاصمة وضواحيها. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.